اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الاخبار على طريقتنا. اول خبر معانا الخبر مهم جدا جدا، الرجاله يسمعوا جدا جدا والبنات يركزوا جدا جدا. الخبر معانا هو ان شاء الله كده التجسس على التليفونات حرام شرعا. اهو ما جبتش حاجه من عندي، يعني مالكيش دعوه بمسجاته ولا مزداته ولا واتساباته ولا اي حاجه في التليفون، يعني انت تقربي من التليفون كده استغفر الله العظيم رب وارجعي. اتفقنا؟ بجد يا جماعه انا مستغرب جدا من موضوع التليفونات ده، بقت بتدخل في حلال وحرام. يعني زي ما التليفون بيوقع ما بينكم وبيخليك تقفشيه، ما تنسيش ان التليفون ده هو اللي خلاه يحبك اصلا. يعني البنت من دول تتصور لك صوره زي القمر، مش البنت لا الصوره، ترفعها على ابلكيشنز تقعد تعمل ايديت 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 ايديت، شفت الصوره ما عرفتش البنت. بمناسبه بقى كلامنا على التليفونات بقى والحاجات ديت كلها كده، في شركه تليفونات عملت اعلان، اعلان جميل جدا، بتعمل دعايه للاعلان والكاميرا قويه جدا وحاجات كتير قوي جامده كده. خلونا نشوف الاعلان. بعد الاكل طلعنا نغير، وطبعا ساره كانت اخر واحده تنزل، فقلت لازم اطلع اتسلى عليها شويه. اليوم كان ظريف جدا. المفروض ان ده الموبايل، والمفروض ان دي صوره من الموبايل. جت بقى الفنانه الموديل نزلت صوره من الكواليس، فبينت ان لا في موبايل ولا الصوره من الموبايل. طبعا هي شالت الصوره بس بعد ما فضحت الشركه. دلوقتي بقى بنعمل كل حاجه عن طريق الموبايلات، يعني ممكن تاكل عن طريق الموبايلات، تتصل تعمل اوردر عن طريق الموبايل، ممكن تشتغل عن طريق الموبايلات. ويعني لو ما كناش كل حاجه بنعملها عن طريق الموبايلات ما كانش حصل ده. يعني والله العظيم تخيلوا كده الناس ماشيه بتشتغل بجوجل ترانسليشن، يعني حاجه جميله جدا. وبرده جوجل ترانسليشن بقى في التعليم، يعني تخيل جيل كامل بيتعلم بالطريقه دي. يعني لما طفل يتعلم عن طريق جوجل الله اكبر هيطلع عامل ازاي. لا يا جماعه لا 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 بجد، احنا لولا التليفونات والسوشيال ميديا والحاجات الكتيره ديت ما كناش عرفنا التلفزيون الفلسطيني ليه اخت. يعني واحده اسمها سهاد الصوص، وتلاقي واحد اسمه انا حزين القلب، واحده اسمها انا حبيبه محمد، والحب ده حدح، ومش هنساك يا احمد، ونور الهدى، وزهره البستان، والخريف الازرق، والخريف الاحمر، والخريف الاخضر. في ايه يعني انت لما تكتبي اسمك على الفيسبوك، او انت لما تكتب اسمك، ليه تكتب مثلا اسير الاحزان؟ ليه تكتب ملك القلوب؟ ليه يا قمر بتعمل كده؟ ليه؟ كلمني عن نفسك يا جماعه. خلينا نرجع لموضوعنا الاساسي وهو التليفونات. يعني احنا من غير موضوع التليفونات ما كناش هنعرف ان الفنانه مريانا الحلاني بنت الفنان عاصي الحلاني جالها اصابه في اخر كليب ليها. يا جماعه انا الاعداد بيحذرني جدا ان بجد لازم تاخدوا بالكم، يعني اللي قلبه ضعيف ما يقعدش. لو جنبكم اطفال يا ريت تمشوهم، لو في ستات، انا عارف الستات بيبقى قلبهم ضعيف كده وممكن ما يعرفوش يدوا حقنه، فبيشوفوا منظر الدم بيبقوا متاخدين قوي، فارجوكم ما تشوفوش المنظر عشان المنظر بجد كتير صعب. يعني خلينا نشوف الصوره. هو معلش إيه معلش ممكن توروني يعني الجرح فين؟ في ايه يا مريان؟ ما كنتيش كده يا ماما؟ ايه يعني جرح؟ يعني والله يعني بجد مش عارف الواحد يعمل ايه. تخيلوا يعني بجد حاجه لا 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 مش قادر، لا اطلعوا بريك، اطلعوا بريك، مش قادر صباعي نمل، لا 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 مش قادر اكمل الحلقه، اطلعوا. رجعنا معاكم بالبارت التاني. يا جماعه بجد معلش انا اسف جدا جدا جدا، ما كنتش قادر اكمل بجد، يعني انا روحت المستشفى وعلقت محاليل بس الحمد لله الدكاتره سيطروا، والله الناس دي طول يشكروا، لموا دكاتره العالم كلهم والله الحمد لله بقيت كويس. المهم احنا خلونا في موضوعنا الاساسي، موضوع الموبايلات. الفتره اللي فاتت حصلت حملات كتير واعلانات وحاجات كتير، من ضمنهم بقى شركه هواوي او واوي
شركة هواوي نزلت قدام مركز توزيع أبل أو آيفون، تمام، بتوزع كل أنواع الفاكهة وكل أنواع العصاير ما عدا التفاح. ومش بس كده، دي نزلت بعدها بفترة والناس واقفين طوابير عشان يستلموا الآيفون الجديد، كانت بتوزع عليهم باور بانك وكان مكتوب عليه زي ما انتوا شايفين. برضو مش بس كده، لا حضرتك دي عملت كنب كده للناس اللي قاعدين عشان الناس اللي مستنيين التليفون ياخدوه يقعدوا على كراسي من شركة هواوي. وبمناسبة بقى نحن نتكلم بقى عن الإعلانات بقى والحاجات الكتيرة ديت، والشركة بتضرب شركة ومش عارف، عندنا شركتين من قديم الأزل وهم نازلين في بعض طحن، ماسكين بعض طحن، شركة بي ام ومرسيدس. الموضوع مخلص على كده، فشركة مرسيدس قامت رد عليها، بي ام تسكت تبقى عبيطة، فشركة مرسيدس قامت رد عليها، تقوم بي ام تسكت فترد عليها، فتقوم شركة مرسيدس رد عليها. يعني صدر عليهم شركات عربيات كتير جدا، ومرسيدس بيضرب في بي ام، وبي ام بتضرب في مرسيدس، ومرسيدس بتضرب في بي ام، معرفش فيها. بمناسبة بقى موضوع الإعلانات والتحدي والحاجات اللي بتحصل دي كلها، أنا عمري ما شفت إعلان كده. تخيل أنت كده بيعملوا لك إعلان لكفن ماركة. شوفوا كده. Timeless beauty, everlasting elegance. At the intersection of heaven and earth, where comfort meets necessity, there is innovation. Fashion that's to die for. يعني هو جاب لك واحدة في الإعلان موتها وحطها في كفن وقال لك أنت لازم تموت هنا. والله أحلى إعلان شفته في حياتي. وبرضو بمناسبة الإعلانات والتليفونات، لولا التليفونات ما كناش هنشوف اللي حصل بين شركة أودي وبي إم. يعني ديت شركة أودي مشيرة الصورة بتاعت بي ام، فقامت بي ام رد عليها قالت لها عشان خاطر انت دايما ورا، تقوم شركه اودي تسكت والنبي ما تسكت. قامت نازله باعلان جايبه فيه اربع شركات. ومع بعضينا بقى كده في الاعلانات بقى والدعايه بقى والحاجات كتيره قوي ديت، شركه بيبسي عملت اعلان، الاعلان ده قديم قوي، فردت عليها شركه كوكاكولا تقريبا بنفس الاعلان بس مع مرور السنين. طب انت عملتي ايه كده؟ لا هو كده ضربته خلاص. لا ده من الواضح ان هم كده، يعني هم كده بيشغلوا دماغهم. لا ما شاء الله، الله اكبر بقى في تشغيل الدماغ. ما نجيش بقى حاجه في المحامي ده، محامي راح لواحده عندها 92 سنه عندها شقه في وسط البلد في فرنسا، راح قال لها بص يا حاجه
انا هديك 2500 دولار كل شهر بمقابل ان انت تديني الشقه لما تموتي، وانا لو مت انا بديك الفلوس. قالت له ماشي ست والله جميله. الراجل فضل يديها 2500 دولار لمده 30 سنه. تخيل 30 سنه قاعد بيديها 2500 دولار لمده 30 سنه على حوالي 900,000 دولار. وزي ما شفنا ناس بتشغل دماغها في ناس ما بتشغلش دماغها. تخيلوا كده واحد ما بيشغلش دماغه خالص، قفش موبايل، هيعمل ايه؟ لا هيعمل لا هيعمل كتير قوي والله. يسالوني يعني او استنونا في البارت اللي جاي. رجعنا معاكم في البارت الاخير من حلقتنا، وحابب اقول لايمن الف سلامه، اصابتك كانت خطيره جدا، وبجد ده بيوضح لنا ان ايمن قد ايه ما بيخافش وقلبه ميت، وربنا يطمننا عليه. زي ما قلنا في البارت الثاني، في ناس بتشغل دماغها وبتشغلها حلوه قوي، في ناس ما بتشغلهاش خالص، شايلين دماغهم وحاطين غطا حله. يعني مثلا وصل لنا الفيديو دوت هنشوفه دلوقتي. السلام عليكم يا جماعه، انا النهارده جايبكم فيديو جديد، بس هو بسيط بس جديد شوي. بس يا ريت اول حاجه تشتركوا في القناه. في ايه يا ابني انت؟ انا نفسي افهم انت بتتكلم ايه، يعني دي لغه ايه؟ ده صيني ولا هندي ولا انت اصلا ميت وبتتحاسب؟ المهم ان القرف ده بيتقال عليه ديب ويب. للناس اللي ما تعرفش الديب ويب، الديب ويب هو شبكه انترنت خفيه فيها بيتم كل التعاملات المشبوهه من تجاره اعضاء وتجاره مخدرات الى اخره، يعني مش عايزين نخوض في الكلام دوت كتير، بس الموضوع اختلف شويه. تعالوا نشوف راي الشارع في موضوع الديب ويب. مساء الخير. مساء. شرف باسمك. احمد فريد. احمد، احمد اشتريت حاجات من على النت قبل كده؟ زي ايه؟ زي مثلا الساعه دي، التليفونات، تيشرتات. اشتريت يعني؟ اشتريت ايه؟ شنطه. مش حابب في حاجه معينه حابب تشتريها؟ لا. احمد اشتريت ايه من على النت قبل كده؟ اشتريت ايه من على النت قبل كده؟ ما اشتريتش حاجه من. طب حابب تشتري ايه من على النت قبل كده؟ مش حابب اشتري حاجه من على النت. مش حابب تشتري اي حاجه من على النت كده ولا بعد كده؟ بعد كده. لا مش حابب. مفيش اي حاجه عايز تشتريها على النت خالص؟ خالص. ولا حتى اعضاء؟ ولا اعضاء. لا اعضاء بشريه. اعضاء بشريه ولا عضو عامل كامل؟ ايه ده مش حابب تتاجر في الاعضاء، تشتغل في الاعضاء؟ ممكن اتاجر في الاعضاء. هتتاجر في ايه؟ في الكلاوي. ده إيه انت جزار؟ ايه ده تعرف عن الديب ويب؟ ان هو فيس. ايه ده ان هو ايه؟ فيس. ايه ده الديب ويب ده؟ ديب ويب. ايه ده ديب ويب دوت؟ الناس كتير بتنزل فيديوهات غريبه جدا. تمام. ميوزيكلي كده. زي ايه؟ ميوزيكلي. ايه ليه؟ ميوزيكلي. ميوزيكلي ديب ويب دوت عباره عن تيست كرات اللي قفش البطاطا زي الشربنتوخ تخ في الترابولي. ايه؟ ومن قله الجمباز جالنا باظ. ايه؟ تتاجر في الاعضاء؟ حابب جدا. ده مبسوط جدا يعني ده مبسوط اكتر من ابويا لما شافني في التلفزيون، عارف؟ شباب الديب ويب هم شويه شباب رايقين. بياكلوا بطاطس محمره. انا كامد بفتيكه. وايه كمان؟ ورايق. وايه كمان؟ لا كتير. ايه ده والله ديب ويب ده. وايه كمان بالظبط كده؟ نزلت مع تمساح. لا ممكن تقولها؟ معلش. حاضر. يلا بص بقى للكاميرا قولها. نزلت مع تمساح، لقيت نفسي مرتاح، قلت له تعالى نلعب طاوله. قلت له ايه ده بصيت على الترميسه وبلقيتها سعلفه، قلت ايه ده شكرا لحسن استماعك. ودلوقتي عرفنا الفرق بين الديب ويب اللي احنا اصلا الموضوع الاساسي عنه، والديب ويب اللي الناس تقصده. الفرق كبير قوي. الدنيا بهوقت وخلاص، الموضوع كان ليه هيبه وما بقاش ليه اي هيبه خالص. يعني الموضوع بهوق مننا والدنيا فرطت مننا على الاخر. ده واحد بيرقص، يعني هو انا خايف، انا اقسم بالله خايف، والناس اللي حواليه دول مش بيوسعوا له، لا دول اصلا خايفين منه. يعني انا تلقائي كده وانا بتفرج عليه دماغي سرحت وابتديت اشوف حاجات غريبه. وبعدين الديب ويب بقى ليهم لغه، والله العظيم بقى ليهم لغه. يعني مثلا تلاقي عيل متخلف ما تفهمش فيه ايه في دماغه، يقول لك انا بفطر بكنيه وربع بطاطس يا كابتن، بحب افطر بطاطس محمره. انا عايز ترجمه للاسف، انا بفهم عربي، ممكن انجليش، ممكن لو انا مثقف شويه اتعلم لغات تانية، بس يعني ايه بطاطس محمره؟ مفيش طه عندك؟
مفيش جيم عندك في كلمة جنيه، بتقول كنيه ليه يا كابتن؟ وبعدين الديب ويب ليه اكتر من رقصة، يعني احنا شفنا واحد بيرقص من شوية كان مرعب، بصوا نشوف ده بيرقص ازاي. يعني ده واحد نايم جوه السجادة وبيلف نفسه، يعني هو تقريبا يعني انت بتعامل السجادة على انك يعني سيخ شاورما سوري، فهمنا جلاش يا حضرتك مقطقط، يعني لو مقطقط وبتتاكل ايش تناكلك. بس ثانيه يا جماعه، يعني زي ما في ديب ويب تافه يعني المفروض يبقى فيه شويه كده عقل بقى واحترام. هتقع يا مصطفى انت صغير، هتقع يا مصطفى، هتقع كده، مش قلت لك هتقع؟ يا لهوي على الاحترام. بس كده خلص؟ في تاني؟ وريني. اطلع يا مصطفى، رجلك اليمين. ايوه حبيب، خطوه خطوه. اطلع يا مصطفى، هتنجح يا مصطفى، هتنجح يا حبيبي. اطلع يا حبيبي كمان، اطلع انا معاك. انا معاك اهو، انا ماسك ايدك، اطلع. اطلع يا حبيبي. اطلع يا حبيبي. برافو 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 عليك يا مصطفى، برافو يا حبيبي. برافو يا حبيبي. يا جماعه، مفيش ابن فاشل وابن ناجح. انما في اب نجح في انه يربي اولاده وأب فشل. شكرا ليكم، سلام عليكم. يا ابو حماده اللي انت بتعمله ده، انت ده انا قلت عليك هادف من شويه، يعني خلينا نتعلم من ابو حماده، وعلى راي المثل ان كبر حماده طلعه على السلم. في نهايه البارت انا حابب احذر اي حد عنده واحد صاحبه ديب ويب يودي مصحه ويعالجه، يا اما انت لو عايز تبقى ديب ويب يعني راجع نفسك. وانا عايز افهمك ان الديب ويب الحقيقي لو قفشك قسما بالله هيعمل منك بطاطس محمره يا كابتن. يا جماعه انا للاسف ايمن صاحبي قرر يبقى ديب ويب. يا جماعه ازيكم، عاملين ايه؟ انا النهارده ان شاء الله هعمل معاكم تحدي، تحدي قوي قوي. انا باكل اكتر من حاجه في نفس الوقت، انا جامد جدا واجمد واحد. انا دلوقتي باكل كيك اهو. يا جماعه انا كده خلصت معاكم كل التحديات بتاعتي. إيه الحمد لله انا بعمل حاجات كتير قوي، واحمد ربنا بجد على اللي بعمله. بتعمل ايه؟ انا بديب ويب. ديب ويب يا ابني، بسم الله الرحمن الرحيم. مالك بس يا ابني؟ انا بديب ويب بجد، بعد اذنك سيبني يا ابني. ده غلط. ده بعد اذنك، بعد اذنك سيبني، بعد اذنك انا عايز ديب ويب. بعد اذنك انا عايز ديب ويب، بعد اذنك، بعد اذنك عايز ديب ويب، بعد اذنك مالكش دعوه بيه. سيبني ديب ويب بقى، سيبنا كمل بقى مع الناس والنبي سيبني بقى. حرام عليك بقى، انت بتعمل فيا كده ليه؟